بني، يقول أخوك النساج إنك منذ سنوات كنت بعيدا عن العمل، وإنه لولا همته لما بقي بستان. لا أريد الحقل يا شيخي، أنا أريد حصتي منه فقط. تسافر منذ 30 سنة وتتجول، والآن تذكرت أنه لديك حقل. هل تعلم كم شخصا يأكل من خير تلك الأرض؟ أنا لم أتجول وأهمل عملي مثلك وأسافر من بغداد إلى القسطنطينية. شيخي أنا أحترمك، لكنني أريد منه مالي. مالك الملك ليس أخاك حتى تطلب منه. من هو إذن؟ هل أذهب وأطلب مالي من السلطان؟ هذا المال كان ملكا لوالديكما، وسابقا كان لجدكما، وقبل ذلك كان لجد جدكما، وهو أخذ هذا المال من الروم، وقد بقي لهم هذا المال من جدهم. في هذه الحال إذن عن مال من وعن أي مال أنت تتحدث يا بني؟ ما دام هذا المال كان لهم فلماذا تأخذونه؟ كانوا أخذوه معهم. نحن نتحدث عن صاحب المال والملك الأول يا بني. لنفترض أنك أخذت الحقل، كم سنة سيبقى عندك؟ 20 سنة؟ 40 سنة؟ ثم لصاحبه الجديد، ومن ثم لصاحب آخر، ومن بعده لصاحب آخر. إذن كيف يكون المال ملكا؟ أما الآن وبعد كل هذا الشرح فإن المال في الحقيقة ليس لكما. حسنا، ما معنى هذا؟ معناه أن يكون ملك الأرض للذي يقوم بزراعتها ويعتني بها، وللذي يضمن مواردها. جيد ما تقوله يا شيخي. أخي منذ 20 سنة يزرع الحقل ولم يترك لي تعويضا عن حصتي. منذ كم سنة وأنت تزرع تلك الأرض؟ منذ 20 سنة؟ اعتبارا من اليوم اترك زراعة الأرض 20 عاما لأخيك جوكمين. موافقون؟ موافق على كلامك شيخي. هذا كسول. دع الشيخ يعطي حكمه، فنحن أتينا لهذا يا سيد عظمي. إذن أنتم أجبرتموني لأجلس وأحكم، ولم يعجبكم حكمي. أستغفر الله يا شيخي. أستغفر الله.